Je te dis bonjour. Tu me dis bonjour. On se dit bonjour et bonne journée. Je te dis au revoir. Tu me dis au revoir. On se dit au revoir et à bientôt. مرحبا، أنا اسمي نورما وأنا معلمتكم بحصة لغة العربية، واليوم عنا حرف جديد، حرف مميز وبتزين بشي حلو. بس قبل ذكرتوا تجيبوا معكم قلم وورقة؟ يلا عجلوا إذا نسيتوا. وهلأ رح نسمع أغنية الأبجدية. عجبتكم الأغنية؟ كتير حلوة، لازم نجرب نحفظها. ايه؟ لازم تجربوا تحفظوها. طيب بدكم تعرفوا شو بدي أعمل؟ قربوا قربوا حتى تشوفوا أنا شو عم بعمل. ما هذا؟ بتشوفوا؟ شو في قدامي؟ أزرار، ممتاز. شو قولكم عم بعمل بالأزرار؟ شو شايفين؟ شو الشكل اللي عم بعمله؟ طلعوا منيح، طلعوا منيح. شو طلع معي؟ عم بتشوفوا؟ ها؟ ما هذا؟ أجل أحسنتم، زهرة، زهرة من الأزرار. ما هذا؟ زهرة من الأزرار، ممتاز. تعرفوا يا أصحابي كثير هين أنه نعملها نحن كمان بالبيت. حيلا ورقة، على حيلا ورقة، وعنا إذا أزرار قديمة الماما بدها تكبهم خليهم نجمعهم، وبتلزيق نقدر نرسم أزهار مثل أزهار الربيع. كي؟ كثير حلوة. بس حزرتوا يا أصحابي شو صوت الحرف الجديد اللي رح نعمله اليوم؟ حزرتوا؟ زر، زر، زهرة. شايفين الأوراق؟ زهرة. تبهتوا؟ شو ما نحط لها بالنص؟ زر باللون تاني. زهرة، زهرة. فإذا شو هو الصوت يلي عم نسمعه وقت أنا بقول زهرة أو بقول زر، زر، زهرة. أحسنتم، ممتاز. شو شاطرين. إنها زين، اسمها زين وصوتها زه. عيدوا ورايي، إنها زين، اسمها زين وصوتها زه. بعد مرة، زين، زين وصوتها زه، زه، زه. منتبهين؟ سناني على بعضهم، نفتح شوي شفافنا ومنطلع الصوت زز زز. تسمعوا؟ زز زز.
وبتعرفوا؟ نحن هلأ عرفنا صوتها واسمها، بس بدي أخبركم سر إزاي شكلها بيشبه شكل حرف تعلمناه بالحلقة السابقة. بدكم تعرفوا كيف شكلها؟ يلا طلعوا منيح على اللوح. مين بتشبه؟ أي صوت؟ أي حرف؟ أحسنتم، بتشبه صوت الراء، بس فيها علامة، فيها شيء مميز بيفرق عن الراء. انتبهوا منيح شو بدي أعمل. فإذا في فوقها نقطة، في فوقها نقطة. إذا كانت بلا نقطة شو بصير صوتها واسمها؟ بصير راء. بينما إذا حطينا لها نقطة بتصير زي زي ز ز. راء زي، راء زي. ما تنسوا بدها نقطة بسيطة فوقها بتصير زي. وإذا شلنا لها النقطة، إذا نسينا وشلنا لها النقطة بتصير شو؟ راء. ممتاز. فإذا اسمها زين وصوتها زه، اسمها زين وصوتها زه. تذكروا إنه الراء إذا حسينا صعب نكتبها عملنا دائرة وكتبنا الراء، وهالمرة شو ما نعمل؟ ما نحط لها نقطة تصير زين. ما تنسوا، ما تنسوا لها النقطة، لأنه إذا نسينا لها النقطة بيتغير صوتها وبيتغير اسمها. اوكي؟ نرجع منعيد. زين، اسمها زين وصوتها زه، اسمها زين وصوتها زه. فستوها؟ يلا نرجع منوقف وانتبهوا منيح لشكل تمني. ما منا نعمل زين، منا نفتح تمنا ز بين سنيننا، الصوت بده يطلع من بين سنيننا. سامعينه هذا الصوت قبل؟ فإذا اسمها زي وصوتها ز، ما تنسوها. طيب أنا عندي محفوظة صغيرة، محفوظة صغيرة بتخبرنا وعن الزين. بدي منكم تطلعوا منيح، شفتوها؟ خط منحني وفوقه نقطة، خط منحني فوقه نقطة. ما تنسوا للنقطة لأنه مهم كتير. فإذا هذه الزاي تزيت بعلامة، شو عندها؟ علامة، علامة، نقطة حطت عليها مثل شامة. حطت نقطة مثل الشامة، شايفين على الشامة؟ تبقى نقطة صغيرة على الوجه أو على الإيد. نفس الشيء الزاي عندها نقطة مثل شامة. انتبهتوا؟ شوفوا منيح، طلعوا فيها نقطة. هي زر لا يزول فوق حرف سابق. هي زيز، هي زيز في الحقول. كيف يعني فوق حرف سابق؟ تبعتوا إذا شلنا النقطة شو بتصير عنا؟ الراء، مزبوط. بينما إذا حطينا لها النقطة بتصير زي. شو اسمها؟ زي. فإذا هي زاي، هي زاي تزيت بعلامة. بعد هيدوا، هي زاي تزيت بعلامة، نقطة، نقطة، نقطة حطت عليها مثل شامة. هي زر لا يزول فوق حرف، عفوا، فوق حرف سابق، حرف سابق، حرف سابق. هي زيز في الحقول. سامعين صوت الزيز؟ هيدا اللي بيغني ايام الربيع والصيف على الشجره، بيكون زز. فاذا اسمها زي وصوتها زه. كلها سوا بنرجع بنعيدها. اسمها زي وصوتها زه، زه. هلا رح نرجع نعيد المحفوظه سوا، طلعوا منيح. هي زاي تزيت بعلامة، نقطة حطت عليها مثل شامة. هي زر لا يزول فوق حرف سابق. هي زيز في الحقول.
بعد مرة؟ يلا. هذه الزاي تزيت بعلامة، نقطة حطت عليها مثل شامة، هي زر لا يزول فوق حرف سابق، هي زيز في الحقول. ما تنسوا لا صوتها. هذه الزاي تزيت بعلامة، نقطة حطت عليها مثل شامة، هي زر لا يزول فوق حرف سابق، هي زيز في الحقول. جاهزين نلعب اللعبة سوا؟ يلا، أنا علي لكم كلمات وإنتوا عليكم تسمعوا منيح وتركزوا وتشوفوا إذا الكلمة اللي بدي أقولها، وتسمعوا إذا الكلمة اللي بدي أقولها فيها صوت الزين. جاهزين؟ طيب، اليوم رح أطلب منكم شغل، إنه بس قول صوت ز بالكلمة بدي منكم تقوموا وتنطوا بأعلى ما فيكم. جاهزين؟ يلا، أول كلمة رح نقولها سوا، خلوني أفكر بكلمة صعبة، أشوف في كلمة، زرافة، زرافة. ممتاز، أنا شفتكم نطيتوا، ممتاز، أحسنتم. الكلمة الثانية، سيارة، بيب بيب، سيارة. هل هناك صوت في سيارة؟ كلا، بس أنا شفت حدا منكم نط. ماشي الحال، مرة تانية ننتبه أكثر ونسمع للصوت. طيب، كلمة ثالثة، زيز. أحسنتم، نطيتوا عالي، برافو يا شاطرين. هلأ ديك، كيف بيعمل الديك؟ كوكوكوكو، ديك. هل هناك ز في ديك؟ كلا، ممتاز. طيب، كلمة أخرى، زر. أحسنتم. كلمة أخيرة، زنار. أحسنتم، ممتاز يا أصحابي، شاطرين كتير. تعرفوا فيكم تلعبوا أنتم مع بعض، تحذروا بعض كلمات وتقولوا لبعض إذا فيها صوت الزين أو الدال أو الراء. زنار، زرافة، زر، زيز، زهرة. وهلا شو رأيكم نعمل مراجعة سريعة للأصوات الطويلة للأصوات الأصيلة؟ جاهزين؟ يلا. اسمها الألف وصوتها آ، اسمها الفتحة وصوتها أ، اسمها الواو وصوتها أو، اسمها ضم وصوتها أو، اسمها الياء وصوتها إي، اسمها الكسرة وصوتها إي. رجعنا أصوات وأسماء، شو رأيكم نشوفهم سوا على اللوح؟ فإذا اسمها الألف اللي بتقعد على السطر آ، والفتحة بتطير أ، اسمها الواو تقعد على السطر أو، اسمها ضم أو، بينما الحرف الثالث من الأصوات الطويلة الياء، اسمها الياء وصوتها إي، والكسرة اسمها أو صوتها إي. فإذا آ، أو، إي. بالحلقة السابقة نحن تعلمنا حرف الراء، اسمها الراء وصوتها ر، الراء ر. واليوم تعلمنا صوت الزين. الزين تشبه الراء كتير ولكن تتميز بعلامة،
علامتها النقطة يلي فوقها. إذا ما حطينا لها النقطة بتبطل زي، بتصير راء. فإذا لازم تنتبهوا، بس بتكون تكتبوها بتحطوا لها نقطة. فإذا اسمها راء وصوتها ر، واسمها زي وصوتها ز. والزين شو عندها؟ عندها علامة مميزة يلي هي النقطة فوقها. طيب هلا شو رأيكم نشوفها شو بيصير صوتها مع الأصوات الطويلة والأصوات الأصيل؟ يلا. فإذا ز ز آ ز آ ز آ ز ز أو ز أو ز أو ز أو زو زو ز إي ز إي. عم تسمعوا؟ ز إي زي زا زو زي. بدنا نطول. زا زو زي. والآن مع الأصوات القصيرة. ز ز أ ز أ ز ز أ ز أ ز ز إي ز إي ز. هينين؟ يلا تنقولهم سوا. ز شفتوا؟ عم نشد على الأصوات الطويلة. ز زو زي ز زو زي. بعد مرة. ز زو زي ز زو زي. وهلا شو رأيكم نكتب بعض الكلمات؟ يلا سوا. جربوا. رو أنا وعم بكتب. بنبلش بأول صوت، نرجع بنلفظ الصوت الثاني، نرجع بنلفظ الصوت الثالث والصوت الأخير. شو أول صوت عنا إيه؟ شو صوته؟ رررررررر. انتبهوا ما عندها علامة، فإذا هي راء. رررررر. الصوت الثاني آ رآ 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 رآ. شو الصوت الثالث؟ زز. أحسنتم، زز. فإذا راز راز. والصوت الأخير إي إي رازي. أحسنتم، رازي. ممتاز. نرجع نعيدها. رازي. هيدي أول كلمة، نشوف كلمة تانية. انتبهتوا؟ نقطة نقطة، ما تنسوا. بس تكون في عندها نقطة شو بيكون صوتها؟ زز. أحسنتم، زز. شو الصوت الثاني؟ أو زو زو. بعد مرة. زو زو. فإذا أول صوت ز، ثاني صوت أو، ثالث صوت ز، ورابع صوت أو. عيدوا من ورائي. زو 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 زو. فإذا في أصوات طويلة. أو زو زو زو. اسم ولد، زوزو. مزبوط. طيب والكلمة الثالثة. أها، ما هو هذا الحرف؟ انتبهوا جيدا. أحسنتم، هناك فتحة. كيف كيف بنلفظ الفتحة؟ أ أ. ممتاز. فإذا شو هو أول صوت؟ را كلا. زين كلا. شو صوتها؟ د. ممتاز. فإذا د. شو الصوت الثاني؟ رر. ممتاز. شو الصوت الثالث؟ ز. فإذا
درز. بس شوفي فوقهم شو طاير فوقهم صغير، الفتحة. شو صوتها للفتحة؟ أ. فإذا دال مع الفتحة د أ د أ د ر أ ر أ ر ز أ ز أ ز مع بعضهم. يلا يا شاطرين مع بعضهم، خلونا نقريها كلها سوا. د ر ز. مرة تاني د ر ز. ممتاز. عم تكتبون؟ أحسنتم، لأنه أنتم بعدين رح تتمرنوا على كتابتهم لحالكم ورح تجربوا تقرون لحالكم. يلا على السريع اكتبوا الكلمات وتمرنوا فيهم بالبيت، أوكي؟ تمرنوا عليهم بالبيت. وهلا آخر كلمة. ما هو أول حرف اسمها تي وصوتها ز؟ فإذا وشو الحرف اللي حده؟ آ. وشو الصوت الأخير؟ رر. وشو في فوقه؟ الفتحة. أ. زارة. زارة. ممتاز. زارة. يلا قولوا وراي زارة. وهلا مع بعض خلينا نرجع نحاول نقرا الكلمه. يلا كلنا سوا. رازي. زو زو. د ر ز. زارة. زارة. انتبهتوا للاصوات الطويله والاصوات القصيره؟ شديتوا على الاصوات الطويله وقصرتوا الاصوات القصيره؟ ممتاز. وما تنسوا صار في عنا كذا حرف. وهلا مع بعض رح نكتشف صوت الالف والواو والياء، الاصوات القصيره والحرف الزين وين موجود بالجمله. يلا سوا. قطف. قطف من؟ زوزو. إذن قطف زوزو. ورازي. خمسة لوزات. فإذن قطف زوزو ورازي خمس لوزات. يلا أول كلمة قطف. ما معنى قطف؟ مزبوط، يعني قطف من الشجرة، شجرة فيها ثمار. قطف من؟ قطف زوزو، ولد اسمه زوزو، ورازي أيضا ولد تاني. فإذا قطف زوزو ورازي خمسة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. خمسة لوزات. خمسة لوزات. فإذا قطف زوزو ورازي خمسة لوزات. بأول كلمة قطف، هل أسمع صوت ز؟ انتبهوا منيح، قطف ز؟ كلا. فإذا ما فيها صوت ز. زوزو. أجل أحسنتم، هي حرفين زوزو، زين وزين، ز ز. ورازي. ورازي. هل هناك زين في رازي؟ ممتاز. هل هي هذا أو هذا؟ هيدي هي هيدي الزين؟ كلا. زين هي يلي عندها نقطة. فإذا ز. هذه زين. خمسة. خمسة. انتبهوا منيح، ما عم أقول ز، عم أقول س، في فرق. خمسة. أحسنتم. لوزات. لوزات. أين هي الزين؟ في وسط الكلمة. ممتاز، في وسط الكلمة. أحسنتم. فإذا
زين، وهنا زين أيضا. والآن هل هناك صوت طويل أو صوت قصير؟ أصوات طويلة. زو 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 زو. عيدوا من ورائي. زو زو. هنا شوفي حتى صوت طويل. أحسنتم. الياء. زي زي زي. لوزات لوزات. شفتوا كيف عم شد؟ لوزات. فإذا هي صوت الألف. الألف. آ زا زا. زي زي. زو 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 زو. رح نرجع نعيده مرة تانية وجربوا قروا معي الكلمات لحتى نقدروا تلفظوا ز بالكلمة. يلا. زو 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 زو. را ورا زي ورا زي. لوزات لوزات. أحسنتم أحسنتم. فإذا بهذه الطريقة بنكون اكتشفنا الزين كيف بنلفظها بالكلمات وبنشوفها بالجملة. خطف زوزو ورازي خمس لوزات. خطف زوزو ورازي خمس لوزات. وهلأ يا أصحابي أنا صار الوقت أنه ودعكم وبشوفكم وبلتقي فيكم أسبوع المقبل. بس قبل ما تفلوا في شيء كتير مهم بدي أقلكم إياه. اسمعوني كتير منيح. الأحرف اللي تعلمناهم خلال هالأسبوع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة والدال والراء والزين، على طول رجعوا عدون كتابة وقراءة حتى تتمرنوا عليهم كتير منيح وتحفظون كتير 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 منيح. وهلأ إلى اللقاء. بس قبل في عنا أغنية الأبجدية، خلينا نسمعها سوا.